ليست رخص التصوير هي تصريح كما جاء في قانون الصحافة والنشر لتمكين مقاولات الصحافة الرقمية من أن تستفيد من التصريح لمدة سنة يهم تمكينها من القيام بالتصوير. في القانون نص على صدور نص تنظيمي، نص تنظيمي سبقت عليه الحكومة وحدد السلطة الحكومية المختصة بذلك ومتمثلة في المركز السينمائي المغربي، وإن شاء الله سيتم تنزيل هذا الأمر لأنه صدر القانون وصدر المرسوم، وإن شاء الله غادي نبدأ في العملية ديال التطبيق. نعم في المراحل الانتقالية تقع تعثرات، ولكن الإرادة حاسمة أن كان واحد المطلب عن الصحافة الرقمية والإلكترونية في بلدنا يقوم على تمكينها من الحق في التصوير السمعي البصري لفائدتها، وهو مطلب تمت الاستجابة له بما نص عليه أولا قانون الصحافة بما جاء في المرسوم التطبيقي، وإن شاء الله سننخرط في التطبيق هذا الأمر.